أينما كنا. محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى كما الدور السنية جزء العاشر صفحة 163، وكذلك من مجموعة الرسائل المسائل جزء الأول صفحة 576. قال: فنقول إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله أو عدم من ينبهه لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة. والمراد لا نحكم بكفره ها الكفر المعذب عليه الذي يستحق به دخول النار، وأما في الدنيا فقولا واحدا أنه كافر مشرك. قال: ولكن لا نحكم بأنه مسلم حتى في نفي الكفر المعذب عليه ولو لم تقم عليه الحجة لا نثبت له وصف الإسلام، لا نثبت له وصف الإسلام. ولذلك بالإجماع أن أهل الفترة الذين هم أولى بالإعذار ممن بلغتهم الدعوة هؤلاء لا يسمون مسلمين بالإجماع. فمن مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع في الشرك الأكبر ماذا يسمى؟ يسمى مسلما؟ لا يسمى مسلما، إنما يسمى ماذا؟ مشركا، وهو لم تبلغه الدعوة ولم يبلغه رسول. فمن بلغته الدعوة من باب أولى وأحرى. قال رحمه الله تعالى: لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة، ولكن لا نحكم بأنه مسلم، لأنه مسلم، بل نقول عمله هذا كفر يبيح المال والدم، نزل الحكم الدنيوي ونفى ماذا؟ الكفر الذي يوجب دخوله النار والخلود فيها. إذن فرق بين كفرين: الكفر الذي تترتب عليه أحكام دنيوية ونحكم عليه بكونه قد فارق الإسلام وهو كافر، حينئذ هذا الكفر يبيح الدم ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. لكن هل يعذب في الآخرة إذا لم تبلغه الدعوة؟ مبناه على ماذا؟ مسألة الامتحان كما مر. قال رحمه تعالى: بل نقول عمله هذا كفر يبيح المال والدم، وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه لا يقال إن لم يكن كافرا فهو مسلم، إن لم يكن كافر عن الكفر الذي يعذب عليه يكون مسلما، لا. قال: بل نقول عمله عمل الكفار، وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه يعني كونه خالدا مخلدا في النار متوقف على بلوغ الحجة الرسالية. وقد ذكر أهل العلم أن أصحاب الفترات، انظر الحق بأهل الفترات، يمتحنون يوم القيامة في العرصات ولم يجعلوا حكمه حكم الكفار ولا حكم الأبرار، حكم الكفار يعني الخالدين المقلدين في النار، ولا حكم الأبرار يعني الناجين في الجنة. قال رحمه تعالى: وقد ذكر المفسرون أن معنى قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أن إيمانهم إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، ثم هم مع هذا الإيمان بتوحيد الربوبية مشركون بالله في العبادة. قال: ومعلوم أن مشرك العرب وغيرهم يؤمنون بأن الله رب كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، ولم تنفعهم هذه الاعتقادات حيث عبدوا مع الله غيره وأشركوا معه، بل تجد الرجل يؤمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت، فإذا فعل نوعا من المكفرات حكم أهل العلم بكفره وقتله ولم ينفعه ما معه من الإيمان. وهذا الإيمان اللغوي ليس الإيمان الشرعي، وما يؤمن أكثر بالله هذا إيمان لغوي وليس بشرعي. إذن أثبت ماذا؟ أثبت أنه إذا لم تبلغه الحجة حينئذ لا نحكم عليه بكونه من أهل النار، صحيح؟ إذا لم تقم عليه الحجة رسالية كان من أهل الفترات أو من لم تبلغه الدعوة، بشخصه لا نحكم عليه بأنه من أهل النار. لكن هل نحكم عليه بأنه مشرك كافر؟ الجواب نعم. هل ننزل عليه الأحكام الدنيوية؟ الجواب نعم، وهذا قول مضطرد كما ذكرناه سابقا عن الأئمة. قال هنا، قال الشيخ حسين والشيخ عبد الله ابناء الشيخ محمد رحمه الله تعالى، أن الرجل لا يكون مسلما إلا إذا عرف التوحيد ودان به وعمل بموجبه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به وأطاعه فيما نهى عنه وأمر به وآمن به وبما جاء به. فمن قال فيما نهي وأطاعه فيما نهى عنه وأمر به وآمن به وبما جاء به، فمن قال لا أعادي المشركين، لا أعادي المشركين أو عاداهم ولم يكفرهم، أو قال لا أتعرض أهل لا إله إلا الله ولو فعلوا الشرك والكفر وعادوا دين الله، أو قال لا أتعرض للقباب، فهذا لا يكون مسلما، بل هو ممن قال الله فيهم ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. والله سبحانه وتعالى أوجب معاداة المشركين ومنابذتهم وتكفيرهم، فقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء
تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم الآيات والله أعلم. إذن هذه النصوص كلها تدل على ما قرر المصنف رحمه الله تعالى أن عباد القبور لا يعرفون، بمعنى أنه لا يحتاج إلى إقامة الحجة عليهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا بمسلمين، لم يدخلوا في مفهوم الإسلام، بل هم مشركون كفار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.